ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. عملنا البسكويت بالمربى، مش عارفه اذا كان مخرجنا استعرضه ولا لا، بس هو ده شكله. وهنشوف كمان اللي في الفرن، هوريه لحضراتكم ان شاء الله. بصوا بيبدا يفرش ازاي، بصوا بسم الله بسم الله، وبيبقى لونه كده، خلوا بالكم بيفضل لونه فاتح كده، ما بنغمقوش، بس اول ما يستوي بس يا دوب من تحت ياخد اللون الذهبي الحلو ده، ونبدا نطلعه بقى. وده هو اللي مخرجنا مستعرضه. تسلم ايدك يا فندم، شكرا لذوقك جميل. ونحطه بقى في علبه، اهم حاجه حطوا ورقه زبده وحطوا في العلبه كده واقفلوها بشكل لطيف. هيبقى جميل، اللي حابب يحطه في الثلاجه هتلاقوه احلى واحلى بجد. طيب هنعمل وصفه جميله جدا. اولا في اكلات جزائريه ومغربيه وتونسيه رائعه، بعيدا عن كمان الطاجين والحاجات الاكلات اللي هم مشهورين بيها، لكن ليهم حلويات كده جميله قوي. احنا هنعمل النهارده منهم نوع بسيط، ابسط الانواع الجميله يعني، اللي هو يناسبنا شويه واخدين عليه قريب من حاجات شبه اللي عندنا يعني، اللي هو دوازا تاي. الدوازا تاي ده وصفه مغربيه، حلويات من المغرب، ليه اشكال كتير متعدده، بيعتمد على الزبده والدقيق، بيتشكل بمربى فواكه جافة. هي حلوة اقتصادية موفرة، لكن ليها طبعا أكيد طبع خاص عندهم، إحنا نعملها على طريقتنا إحنا. طيب الدوازة تاي عايزة 2 بيضة، كوباية سكر، كوباية زيت، رشة ملح، بشر ليمون، فانيليا، معلقة خميرة، كوبايتين ونص من الدقيق. للتزيين عندي صفار بيضة، لبن وسمسم، وممكن مع صفار البيضة دي نحط نقطة فانيليا برضو، مش هيجرى حاجة أبدا عشان ريحة الزفارة. طيب هنبدأ ناخد، أنا بقى إيه يعني، هنحط الحاجات الجميلة دي. خليني إيه الخميرة دي أنا هحطها على الدقيق، وخليني أحط فتفوتة ملح بسيطة، وإيه وهاخد شوية سكر مع هنا، معلش انا ايه هخلط هنا شويه واخد الباقي مع البيض والزيت. بسم الله، ادي البيض. طبعا هجيب مع البيض ده اساسي اول حاجه هنحطها الفانيليا. شويه السكر، وبعدين خلينا ايه نقلب الخليط ده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب الخليط الجاف ده مع بعض. رشة بشر الليمون. طبعا خدوا ممكن لواحدة ليمونة أداليا، وناخد منها الايه القشر اللي ايه مش وصل للأبيض، أهم حاجة. تدي نكهة حلوة قوي. جميلة جدا. اخد الزيت كده. نرفع، بسم الله. نحط الزيت. كويس قوي مع بعض. هنزل كده شوية من الدقيق بالخميرة والبرش الليمون. هنزل تاني شويه من الزيت، شويه شويه كده عشان نبقى متحكمين احنا في كميه الدقيق اللي هتنزل. بسم الله،
بسم الله. اللي شكلنا بيها بس فين؟ عايزين الحاجات الحلوه اللي شكلنا فيها وبلبله من بتوع الايه؟ الجمال بتوع الباك. جيب الحلواني بنقلب كده تقليبه لحد ما الزقيق يتماسك كده. هوري حضراتكم احنا هنتابع هنا الزقيق اخباره ايه لما العجينه تتماسك معانا. خلينا نبص بصه برده مع بعض كده. بسم الله. شوف العجينه حاجه بسيطه قوي، معلقتين كمان. بسم الله. بصوا كده بقى، بسكوت روعه للناس اللي حابه المقرمش. خلينا نشوف برضو اهو قدام حضراتكم. بصوا بقى روعه ازاي من تحت عامل ازاي، اهو شايفين روعه ازاي، طعمه وريحته يجنن. طيب بسم الله، تسلم ايدك يا محمد. اخد كده بقى العجينه الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا العجينه القمر دي هنا كده، شايفين العجين حلوه ازاي، مفيش اي اضافه سوائل ولا حاجه، هو اللي احنا اشتغلنا بيه. حاضر، خليني بس اعمل البيضه عليها نقطه لبن ونقلبها كده بالفوز او كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا نقطه فانيليا ولا حاجه هنعمل كده، مفيش مشكله. خليني بس احط شويه البيسكيتس القمر ده. مش قادرة أقول لكم على جماله ولا على ريحته. سهل وما خدش 5 دقايق. شايفين ازاي؟ روعة. تسلموا يا قلبي يا قلبي يا شيمو. حاضر كده، ميرسي، تسلم ايديكم والله، ميرسي ليكم جميعا. يعني الواحد ممكن يكون بيعمل شغل بس اللي بيخليه حلو هو يعني شغلكم انتوا، مش انا والله. طيب نوديها بقى هناك عشان احنا عملنا كده شويه كمان للي حابين بقى القرمشه اهو. بسم الله. طيب نبدا بقى هنشكل هنا. انا حطيت هنا البيضه مع شويه لبن، طبعا هنقدر نضيف شويه فانيليا. طيب نقدر نحط معاهم نص معلقه صغيره من اللي هي القهوه سريعه الذوبان اللي يريح حضراتكم. بصوا بقى جميل ازاي، بصوا شكلهم حلو قوي. بصوا بقى احنا نبدا نفرد الايه العجينه الحلوه دي. شايفين ناعمه وجميله، حاجات جميلة وتبادل الثقافات. احنا اتفقنا انه حاجة حلوة قوي وبيخلينا كمان نعمل وصفات جميلة من عندهم. الحقيقة احنا ايه، انا يعني بيتابعني ناس كتير ببلغهم التحية من كل الدول الحقيقة، يعني ليبيا والسعودية والكويت والمغرب وتونس والجزائر والأردن فلسطين، كتير من بره مصر، في ناس عايشه في امريكا وفي ناس في كندا، في ناس في استراليا. يعني الحمد لله. ايه كده السماكه اللي تناسب حضراتكم.
ما حطيناش اي اضافه سوائل. احنا الزيت الدقيق والخميره والبيض يعني السكر ما عملناش حاجه تاني. ماشي كده. ايه طيب حبايبي، هنبدا بقى ايه نفرد كده فرده حلوه. اخر الاخر ونشوف تشكيل. بسم الله، خلينا نجيب بقى صاج كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرده الصاج نقطه بسيطه من الزيت هاخد كده بالفرشة. بسم الله. البسكويت ده بالزيت على فكرة، مش حاطين فيه زبدة ولا حاجة كده. وهاخد ورقة من ورق الخبز كده. بصوا بقى، بصوا كده تمام كده. اوكي نفس الفرشة باللي فيها، مش هحط تاني، بس افرد كده اسكن الايه الورق الخبز على الصينية اللي احنا حطينا تحت نقطة من الزيت فيها اهو. بس ده عشان نحط في اعتبارنا ان لو الورق بتاع الزبده نفسه مش قوي يبقى تمام. بصوا بقى، انا عملت بالحجم الكبير ده. القطعات دي بتتباع كده مع بعض، بتبقى يعني طقم على بعضه، تقدروا تجيبوه، اسعارها جميله جدا جدا. الحجم اللي يريح حضراتكم، انا يمكن عملت بالحجم ده اهو. تقدروا تعملوا وحدات صغيره لو عايزين. شايفين ازاي؟ بسم الله. شايفين ازاي؟ طيب ممكن اشيل بقى ده المتبقي ده. ها؟ كده. عشان نقدر ايه نعمل بقى وندهن دول بشكل كويس. طبعا دول هنعجنهم ونفردهم تاني. عايزين بقى تعملوا شويه كبار شويه صغيرين. المهم ان انتوا كل صاج هنحطه في الفرن هيبقى الحجم اللي مناسب للصاج ده، يعني كله من الحجم ده او كله من الحجم الصغير تمام، عشان نبقى احنا ايه ملتزمين بفكره انه وقت التسويه مظبوط ومناسب للاحجام اللي موجوده جوه الايه البسكويت. طيب انا بقى جبت الكورنيه ده اللي بنعمل بيه ساعات البيتزا وخرمت كده من النص. شايفين ديها شكل حلو كده، قريب من السابلي بتاعنا على فكره، بس طبعا مع اختلاف ان احنا السابلي بتعمله دقيق وزبده وسكر، لكن نفس الشكل اللي احنا بنطلعه للسابلي تقريبا. يعني تقدروا بقى تعملوا العجينه دي، ممكن نحط فيها بذور شيا، وممكن تحط فيها بذور كتان، ممكن تتعمل حدقه يعني يبقى على الوش حاجات تانية، يعني تقدروا زي ما انتوا عايزين. طيب بسم الله، هاخد كده الصغنن ده هخبزه لوحده، ما تسيبوهوش، يبقى بسكت صغنن كده لوحده ودهنوه وحطوا عليه سمسم. انا هعمل كده عشان يبقى جميل. شايفين ازاي الصغننات دي رائعة. لا طبعا ساق تاني،
هنعملهم في صاج تاني. بصوا كده الجمال. في واحدة ممكن نحطها هنا كمان. بلاش دي، ناخد دي. اوكي. طبعا في اتنين كمان ممكن هنكملهم بعدين. بصوا بقى الصغننين دول، شفتوا الصاج اللي احنا سوينا فيه البسكوت اللي بالمربى دي؟ بقى بسكوتات تجنة اتحطت كده في علب صغننه للولاد، على وشهم بقى سمسم، على وشهم اي حاجه من اللي بيحبوها، وتطلع لوحدها كده تجنن ياكلوها. يعني ايه؟ هتبقى شكلها جميل قوي، هيتبسطوا بيها لانها من يوم صغننه. الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي. انا مفيش مانع ان انا اسوي دول معاهم على فكره. كده هنا كده، وهاخد دي كده نكمل الوحدات بتاعتنا الامامير دول اهو. كده اهي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقرب كده علشان نمسح الوش زي ما اتفقنا بالفرشه. باللبن والبيض هنمسح على خفيف كده. ده صفار بيض، وممكن مع رشة فانيليا. صفار البيض ده مهم قوي، يعني فيه مضاد أكسدة، مضادات كتير أكسدة، وبيقوي المناعة وبيعزز صحة العظام. في نسبة حديد، مستوى الحديد في الدم بيظبطه جدا، وجميل للشعر بالذات للماسكات للناس اللي عندها بشرة دهنية. الصفار يناسبهم أكتر، البياض يناسب البشرة الجافة أكتر. الناس بقى اللي بشرتها عاديه تحط بيضه كامله عاديه، يعني الصفار والبياض. بصوا كده نحط لسه بس السمسم. الحراره مش هغيرها. تمام. الحراره مش هغيرها ليه؟ لان انا عايزاها 180 عشان يطلع اللون اللي حضراتكم شايفينه الجميل. عايزين بقى تحطوا كمون، حب موجود، شمر، اللي انتوا اللي يريح حضراتكم. يعني ايه؟ نحاول ان احنا نمسح بس مسحه خفيفه كده. وطبعا دول كمان الصغننين دول، عشان دول من ضمن الخليط. اوكي نعمل كده. بصوا طبعا كده السمسم ده بقى عايزه اقول لكم مخزن كالسيوم، وبيهدي الاعصاب، وبنعمل منه وصفات كتير حلوه. بيساعد كمان في عمليه الهضم جدا، بيوطي ضغط الدم، بيظبط السكر في الدم، وبيقوي المفاصل جدا، لانه طبعا غني. بيعزز كمان حليب المراه المرضعه جدا، وبيحمي الجنين من التشوهات. عايزه اقول لكم يعني فوائده ما شاء الله. تعالوا بقى كده ناخد السمسم كده. بصوا الجمال. شايفين؟ يا فندم يعني كله هيتحط في العلبه فين؟ والله وانا كمان تعرف كده بقى، على الرغم سبحان الله ما بحبش السمسميه في حلاوه المولد، بحب الفوليه اكتر، بس السمسم ده لو محمص كده واعمل مخبوزات احبه جدا احطه معاه. حاضر. اصلهم بيقولوا لي عايزين ورده من غير سمسم، هسيب لكم الصغيرين دول من غير سمسم، حطوا واحدتين ثلاثه بس. خلاص بسكيت ده كان روعه، عايز اقول لكم من الحاجات الجميله. هسيب لكم كام واحده من غير سمسم عشان نبقى راضينا كل الاطراف. خلاص مش هيديكوا كالسيوم النهارده، انتوا حرين، انتوا خسرانين. طيب خلينا بقى نقول بسم الله. نحط بقى الدوازه بتاعي هنا. بسم الله. وخليني معلش انا هرفع دي رفعه خفيفه، لان البيسكتس اللي هيبقى محطوط تحت هيبقى رفيع اهو، ما يبقاش قريب لتحت. يلا بينا نسيبها بقى 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير، هنشيل البسكتس ده هتلاقوه زي ما حضراتكم شفتوه في الاستعراض. اسمحوا لنا بقى نطلع لاستراحة، بنرجع بعد الاستراحة نستكمل آخر وصفة معانا إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم.